رئيس شعبة السلع الغذائية هشام الدجوي بيقول إن أسعار السلع لم ترتفع من شهر رمضان الماضي، وأشار إلى انخفاض أسعار عدد من السلع، وإن الحكومة استطاعت السيطرة على الأسواق بانخفاض الأسعار بالإضافة لتوفير المنتجات، وقال إن مصر استطاعت توفير الغذاء للشعب المصري بالإضافة للضيوف المتواجدين على أرضها اللي تجاوز عددهم 10 مليون نسمة، وهو العدد الذي يؤثر على إمكانيات دول عظمى. خلينا ناخد تليفون الأستاذ هشام الدجوي رئيس شعبة السلع الغذائية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي ما عليك يا فندم؟ أهلا بسعادتك. إيه أبرز السلع اللي يعني انخفضت أسعارها أو على الأقل ما عليتش من ساعة شهر رمضان؟ حضرتك تعلم إن كان يعني أواخر السنة اللي فاتت وأوائل السنة دي كان حصل دروب في الأسعار، والأسعار كانت ارتفعت بشكل جامد، وكان الأساسية أبرزها كان الزيت والمكرونات والجبن والدقيق والرز والسكر وكده يعني. تدخل الدولة طبعا احنا زي ما نقول كده حظنا جميل كشعبة مواد غذائية، ان التدخل اللي بتدخله الدولة بيبقى تدخل ايجابي وبيسند كتير قوي في الظروف اللي احنا فيها دي. من قبل رمضان الاسعار ابتدت تنزل، ازازة الزيت اللي كانت ب 100 جنيه نزلت لغاية 65 جنيه اللي هي اللتر، الزيت العادي اللي هو العادي. الزيوت بقى الذره والعباد ونفس الموضوع دي اسعارها نزلت، المكرونات اسعارها نزلت، الزيوت الرز والسكر، السكر طبعا حصل دروب فتره كده من فترات في رمضان وقبل رمضان، وابتدت الحكومه تضخ السكر من المخزون الاستراتيجي اللي عندها. طب اسمح لي يا فندم، الاسعار اللي نزلت اللي حياتك تحدثت عنها دي نزلت بس في المنافذ الحكوميه ولا في عند الكل بسبب موضوع تعويم الجنيه وما شابه يعني؟ لا يا فندم، عند الكل. عند الكل. قصه المنافذ الحكوميه دي قصه ثانيه. المنافذ الحكوميه دي ازازه الزيت في التموين دي ب 30 جنيه. لا انا مش بتكلم في التموين، ما هي بتبيع بره التموين. اللي هي الازازه اللي هي المجوهرات الاستهلاكيه اسعار فيها. استاذ هشام صوت حضرتك بيقطع. قمه الشعب كله دي كانت الاسعار دي اللي انا بكلم عليك عليها، اللي هي نزل في السوق الحر الزيت بقى ب 65 جنيه وما زال لغايه دلوقتي ب 65 جنيه. حته بقى الثبات في السعر وحته المنتج متواجد ده في حد ذاته انجاز، يعني لما يكون معاليك فتره ثبات معديه اكتر من 6 شهور ومفيش منتج شاح من السوق في ظروف اللي سعادتك فيه، في الظروف الاقتصاديه، بالظروف اللي حواليك، بالضيوف اللي عند معاليك، لان الضيوف اللي عند معاليك دي مش جايبه اكلها معاها، هي جايه يعني دي دول يعني زي ما حضرتك تفضلت، يعني دي دول، الرقم ده يعمل دول. اي يا فندم يعمل دول، وبعدين الرقم دوت ده المفروض الاحصائيه اكتر من كده بكتير كمان. يعني انا بشكر سعادتك على وجودك معايا يا فندم جدا، استاذ هشام الدجوي رئيس شعبه السلع الغذائيه. ربنا يساعد البلد دي وكل انسان مخلص فيها، ونتمنى يا رب انه على فكره يعني انا اتمنى بس كل واحد منكم يحاول يدور على اقرب جار قريب صديق زميل في بلد أجنبية عشان يتأكد، عشان بعد كده ما فيش حد يقول لي انتوا بتقولوا اي كلام وانه دي يعني ايه احساس المؤامرة وانه مش لا. لسه امبارح مقابل ناس عايشين برا بسألهم ايه الاخبار، كندا وامريكا استراليا، قال لي كلمة يعني وحشة قوي، يعني بمعنى يعني مش عايز اقول الكلمة، يعني كلمة مش لطيفة تقال في التلفزيون، بس معنى الاحوال سيئة جدا على كل المستويات. الحمد لله ان شاء الله نكمل ونمشي في طريقنا ومصر تبقى قد الدنيا ان شاء الله.